نروح نشوف مبادرة رحبت والتي يتم تفعيلها خلال موسم حج هذا العام، وتعني هذه المبادرة بتنظيم زيارة استقبال الوفود الزائر من ضيوف الرحمن وتعريفهم أكثر على تاريخ وعراقة المكتبة وما تحتوي من مخزون ومعلوماتي كبير والخدمات اللي يقدمها القسم النسائي وشرح نبذة عن المملكة وأبرز المعالم فيها، ثم تقديم واجب الضيافة السعودية وتوديعهم ببعض الهدايا العينينة. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج موسم الحج لهذا العام 1443 والذي أطلق باسم منافع. المزيد من التفاصيل طبعا معنا الأستاذة ابتهال الجعيد، ونقول لك صباح الخير عليك. يا هلا فيكم، صباح النور. أهلا وسهلا وكل عام وأنت بخير. حابين نعرف أكثر عن أهداف هذه المبادرة. طيب خلوني معلش اسمحوا لي بداية أتقدم بالشكر الجزيل لك أستاذ فيصل وأستاذة رضوى ولفريق البرنامج كامل وللمعد، كما تقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومقام ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على دعمهم اللامحدود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. كما أشكر معالي الرئيس العام على دعمه الدائم وتوجيهاته السديدة لمكتبة الحرم المسجد الشريف. مبادرة رحبت حقيقة يعني مبادرة كانت لنا تجربة سابقة في 2019 السنة اللي قبل كورونا، وصراحة حققنا نجاح في ذيك السنة وهي امتداد، لكن أطلقنا اسم جديد، ركزنا أكثر على تحقيق أهدافها، ركزنا على تعزيز وترسيخ مفهوم ومبدأ الثقافة والكرم اللي الحمد لله الشعب يتمتع فيه الشعب السعودي. كذلك أطلعنا من خلال المبادرة أطلعناهم بداية على تاريخ المكتبة وعراقتها. لا يخفى عليكم أن المكتبة نواشها الأولى كانت عام 161 في عهد الدولة العباسية وكانت موجودة في صحن المطار. كذلك أطلعناهم على المخزون المعلوماتي المميز والخدمات اللي تقدمها مكتبة الحرم المسجد الشريف. ركزنا كثير من خلال معرض مصور على المملكة العربية السعودية وأبرز المعالم اللي فيها، فودعناهم مثل ما استقبلناهم في حفاوة وترحيب وهدايا عينية رمزية. جميل. طيب قررت أنا اليوم نواف أني أزور المكتبة، كيف أقدر يعني عرفيني أكثر عنها، إيش المحتوى اللي فيها؟ إيش المحتوى؟ مكتبة الحرم المكي الشريف تقريبا تعتبر مكتبة عامة، نقدم خدمات معلوماتية، خدمات بحث علمي، ندعم البحث العلمي للباحثين، نستقبل الباحثين والباحثات، عندنا قاعات مجهزة بأحدث التجهيزات ومهيئة لاستقبالهم. كذلك ممكن نقدم لهم الخدمات عن بعد، بإمكانك أستاذي أنه تفيد من خدماتنا عن بعد، تتواصل معنا عن طريق وسائل التواصل الخاصة فينا وإن شاء الله يعني نقدم المستفيد وما نقصر معه. وحصلنا الحمد لله على أعلى مؤشرات الأداء في تلبية احتياجات المستفيدين. كذلك عندنا برامج وأنشطة ثقافية تقدم في المقر وعن بعد وتستهدف جميع فئات المجتمع. ولنا الحين بالموسم بالحج مبادرتين تقدم في المقر وعن بعد، هي مبادرة وتزودوا ومبادرة وقت القصة. مبادرة وتزودوا عبارة عن مجموعة برنامج ثقافي، هذا يقدم عن بعد، يتم خلال تقديم عدد من الدروس واللقاءات المتنوعة من قبل مدربات مبادرات متميزات. يعنى هذا البرنامج بالجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية والمعرفية ويخاطب جميع فئات المجتمع. من ضمن البرامج اللي قدمناها في خلال هذا الموسم برنامج فضل عشرة الحجة وبرنامج الحج وأركانه ومفصلاته وغيره من الموضوعات. كذلك مبادرة وقت القصة، هذه من أكبر المبادرات عندنا اللي نقدمها في القسم النسائي بمكتبة الحرم المسجد الشريف. يعطيك العافية أستاذة ابتهال، عذرا على المقاطعة ولكن لضيق الوقت شكرا لك، يعطيك ألف عافية. ابتهال الجعيد مدير مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون مسجد الحرام والمسجد النبوي، شكرا.